رح نحكي عن شعور الغضب اللي ممكن يرافق أي حدا فينا نتيجة تعرضه لأي موقف بالحياة. طبعاً دايماً منقول إنه الغضب هو مو وليد اللحظة، هو نتيجة تراكمات وضغوط نفسية واجتماعية، ومثل ما منقول صار الوقت لحتى الشخص ينفجر مثل ما بيقولوا ويطلع عن طوره وحده. وأكيد مشاهدينا اليوم للغضب في أثر كتير كبيرة سلبية إن كانت على صحتنا النفسية أو على علاقاتنا الاجتماعية، فقد مهم يا رشا ثبات الانفعالي. أكيد هيدي، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن حالة طبيعية، حالة اليوم نحن كلنا بنمرق فيها، ما في إنسان ما بيغضب، ما في إنسان ما عنده مشاعر الغضب، الفرح، الحزن إلى آخره. اليوم هي الحالات كلها طبيعية ولكن تكون بحدود. في أشخاص كتير قادرة أنه تضبط أعصابها وقادرة أنه تكتم غضبها، وفي ناس إذا يعني من كلمة واحدة مثل ما بيقولوا بتشعل نار وممكن تهدم علاقات، تأذي نفسها وتأذي الأطراف اللي محيطة فيهم. اليوم الغضب مثله مثل أي مهارة أخرى بالحياة، بحاجة لإدارة وبحاجة لفن. رح نتعرف على هذا الفن، وضيفنا لليوم هو الدكتور سمير الهادي وحضرته مدير مدرب تنمية بشرية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، كل أوقاتكم صباح الرواء. صباح الخير، صباح الرواء الدائم. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا هيك بداية نعرف المشاهدين نحن شو بنقصد بمفهوم الغضب. هلأ بالبداية الغضب هو نوع من المشاعر الطبيعية، مثله مثل الفرح، مثل الحزن، مثل باقي المشاعر. الإنسان هو كتلة من المشاعر، منها الجيد والإيجابي ومنها اللي نوعا ما هو سلبي. بعض الأشخاص بيفكروا نحن لما منوصي بإدارة الغضب أو إدارة بعض المشاعر أنه نحن عم نقول نلغيها أو ما بدنا إياها تكون موجودة. لا، هو الطبيعي أنه يكون موجود الغضب، لأنه مثل ما حكينا هي مشاعر أساسية بجسم الإنسان، لكن يكون في فن إدارة هذا الغضب نوعا ما، لأنه إذا كان في تفاقم بالغضب ممكن يؤدي لمشاكل جسدية، لمشاكل نفسية معينة. كتير مهم نحن يكون في عنا ضبط لبعض الأساسيات المتعلقة بالمشاعر. لما نحن بنمر بمرحلة من مراحل الغضب نقدر نسيطر على هذا الغضب، نقدر نتحكم، نبعد عن الأمور الانفعالية اللي ممكن تقودنا لبعض خليني أقول أفكار معينة أو نتجه نحو أنه نطلق أحكام معينة ولاحقا نندم عليها. لا، كتير مهم نحن نكون على بينة من مفهوم الغضب ونقدر نسيطر عليه بشكل كامل، لأنه هذا بيعود علينا بالنفع الإيجابي إن كان على الصعيد النفسي وإن كان على الصعيد الجسدي. تمام. أكيد دكتور، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن حالة وخاصة ضمن الظروف اللي عم نعيشها، يعني في حالة غضب عامة، يعني اليوم اللي عم يقدر يكون ثابت بمشاعره، ثابت بمواقفه مع الناس، هذا جدا ممتاز. اليوم صحيح. ما في حدا بيغضب من لا شيء يعني، ولكن هي درجات عند كل حدا. اليوم إذا بدنا نقول أسباب الغضب، هي أسباب كثيرة. هل هي أسباب تراكمية؟ هل هي تربى هذا الطفل أنه يكون غاضب وتركوه أهلهم على هاي السجية فكبر هو صار يغضب من أي شيء بحياته؟ هلا الأسباب كثيرة للأمانة. أولا ممكن يكون أسباب العلاقة بالمحيط مثل ما تفضلتي وحكيتي، الظروف ممكن تخلي هذا الشخص شخص غاضب، ممكن الإحباط يولد عند هذا الشخص غضب، ممكن كنظرة بمفهوم العدالة الغير متساوية لدى الجميع ممكن كمان تولد الغضب. في كثير من الظروف للأمانة، لكن كثير مهم نحن نعرف نتعامل مع مفهوم الغضب. مثل ما سبق وحكينا الغضب موجود، والغضب ما فطري دكتور، هو ما حالة فطرية يعني، ما هو فطري تماما، لكن نحن كل ما كبرنا بالعمر وكل ما مرينا بظروف حياتية معينة، هموم أكثر، ضغوطات أكثر، مواجهات، تحديات أكثر، كل ما نحن بتزيد عنا المشاعر السلبية نوعا ما مثل الغضب أو مثل الحزن. فلذلك نحن كتير مهم نتعلم كيف نضبط هاي الحالة، هاي الظروف اللي لها علاقة يعني المشاعر السلبية اللي ممكن تأثر على حياتنا، ومنها الغضب. كتير مهم لأنه ممكن نحن بلحظة غضب معينة نتصرف تصرف يكون هذا التصرف لاحقا نندم عليه أو يكون يعني ما نو مأخوذ بعين الحسبان. ممكن نتعامل نحن مع الغضب بعدة أمور خلينا نقول نفرغ من خلالها. الإنسان يلي ما بيفرغ مشاعر الغضب هو اللي ممكن يوصل لمرحلة الغضب الشديد أو يوصل لمرحلة فقد السيطرة على الغضب. فكتير مهم نحن نفرغ هاي المشاعر السلبية. نحن دائما ما بننصح أنه ما نغضب أو ما نحزن، لكن نحن بننصح بتفريغ هاي المشاعر بوقتها، تكون بوقتها تماما. من الطبيعي أنه أنا أغضب لكن فرغ هاي المشاعر لاحقا حتى ما تصير تراكمية. يعني أنا سبق وعملت استطلاع بسيط هيك على صفحتي الشخصية وسألت الناس كيف بتفرغوا هاي المشاعر أنتوا لما بتمروا بمرحلة غضب. فشفت أنا كثير من الأشخاص في تفاوت ما بين طريقة التفريغ. أشخاص ممكن يتجهوا نحو النوم، أشخاص ممكن يعصبوا،
تماما الاكل، اشخاص ممكن يكسروا شيء اي شيء موجود حواليهم، فهي بتختلف من شخص لاخر، لكن نحن دائما بننصح. ما سالتنا نحن دكتور. بننصح، هلا بسالكم تفضل. لكن نحن دائما بننصح بالوسائل اللي فيها تفريغ لمشاعر الغضب من غير ما يكون في لها مساوئ لاحقا، يعني انا بدي هذا التفريغ يكون جيد حاليا وجيد مستقبلا. اهم هي الوسائل هي الرياضه بكل انواعها. يعني هلا المشي على سبيل المثال اللي هو اخف وابسط انواع الرياضات، كثير بفرغ من المشاعر السلبيه وبيخرج الانسان من حاله الغضب وحاله التوتر. التمارين البسيطه اللي ممكن نعملها بالبيت، وخصوصا هلا بدا الجو يميل للبروده، مثل مثلا بعض تمارين التامل، تمارين اليوغا، كمان بتفرغ من مشاعر الغضب. في بعض الاشخاص بيحبوا يكتبوا، ان كان على السوشيال ميديا او على الورقه والكلام، كمان الكتابه الفضفضه الكتابيه كمان هي وسيله من وسائل تفريغ الغضب. احيانا في اشخاص عندهم شخص ثقه، شخص موثوق، ممكن الكلام مع هذا الشخص الموثوق، اني انا اطلع كل شيء جواتي، كمان هو جيد جدا وممكن يساعد بنوع من تفريغ الغضب. تمام دكتور، معناتها ذكرت انه طريقه التفريغ اليوم اذا بدنا نفرغ عن غضبنا او الحاله عم نمر فيها هي بتفرق من شخص للثاني، كل واحد قادر بطريقته انه يفرغ عن الطاقه اللي هو فيها. طيب بالنسبه للاضرار، الاضرار رح تكون هي وحده، الاضرار ان كانت نفسيه او حتى جسديه، خبرنا دكتور اكثر عن الاثر السلبي للغضب. هلا الاضرار بتكون في حاله عدم التفريغ، لهيك نحن كنا عم نحكي عن موضوع تفريغ مشاعر الغضب. لما بصير في تفريغ، الشخص بيحصر جواته، بيكبت جواته، ما بيفرغ هالمشاعر، بتزيد هالمشاعر، بالتالي بصير في عنا الاضرار. الاضرار بتكون جسديه ونفسيه، ودائما نحن بنقول اي مشكله جسديه لها جذر نفسي ولها اساس نفسي. فبتبلش الأضرار لما الشخص بيصير في عنده مشاكل معينة، مثل صداع مستمر، مثل مشاكل بالجهاز الهضمي، مشاكل عصبية نوعا ما حسب درجة نوع الغضب اللي هو واصل له هذا الشخص. لكن هذا كله نتيجة تراكمات، لأنه هو ما عم يفرغ هاي الشحنات أو هاي الطاقة السلبية الموجودة بداخله. كتير مهم نحن أنه يتم تفريغ هاي الطاقة حتى ما يصير في مشاكل جسدية مثل ما حكينا، مثل مشاكل بالجهاز الهضمي، مشاكل بالجهاز العصبي، بعض التوترات إلى علاقة بأوجاع معينة، كمان هي بتختلف من شخص لآخر، وكمان ممكن تؤدي لاضطرابات نفسية. ممكن أشخاص يدخلوا بحالة اكتئاب معين، اكتئاب بسيط أو اكتئاب حاد أو يتطور هذا الشيء. لذلك كتير مهم تفريغ هاي الطاقات. تمام، تفرغي طاقة الغضب يا هايدي. مثل ما قلت له يمكن بالاكل احيانا الواحد بس يعصب تلاقي بيلجا للاكل مباشره. انت من الاشخاص اللي بياكلوا بس؟ تمام. انا بعمل كل شيء، كل شيء ذكره الدكتور بعمله يعني. بس انا يعني في اشخاص يعني انا منهم، انه انا بحكي 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 بعدين ببرود، يعني بس انه فرغت هي الطاقه. وهون بنجي على طبيعه الانسان، يعني في انسان بنقول له بارد ما غير مبالي، هو بكون ما هو غير مبالي، ولكن من الاشخاص اللي بتتحمل الشخص اللي قدامه مثلا. هذا الشيء ايضا يعني على المحيط وعلى الشخص نفسه. اليوم في ادوات نحن مفروض نمتلكها كرمال نسيطر على انفسنا في حالات الغضب، يعني هي ممكن تهدم لانه علاقات كثير بحياتنا. تماما، ذكرتي نقطه كثير مهمه واللي هي اختلاف الشخصيات، اختلاف طبائع البشر. في عنا اشخاص ناريين وهدول صعب جدا انه يصير في عندهم فنون التعامل مع الغضب واداره الغضب، هو شخصيته ناريه فبيلاقي صعوبه باداره الغضب. وفي عنا اشخاص هن هادئين، يعني هن بالاساس اشخاص هادئين تماما، بيستوعبوا الصدمه او بيستوعبوا المشكله، بنلاقي رده فعلهم مغايره للاشخاص الناريين. لكن كثير مهم مثل ما ذكرتي يكون في عنا الادوات المناسبه في حال مرينا بظروف العلاقه بالغضب والغضب الشديد. كثير مهم يكون في عنا معرفه نقرا عن موضوع الغضب واداره الغضب، نمرن انفسنا، كثير مهم نغير طريقه تفكير العقل الباطن، طريقه تعاملنا مع الامور. وطبعا هذا كله بالتدريب وبالتدريج، نحن ما بين يوم وليله الشخص العصبي او الشخص الانفعالي هو بيتغير بين يوم وليله، لا، هو موضوع تدريب، تدريج، تاهيل، يوم بعد يوم. انفجار. اهم نقطه انه نحن نبعد عن المسببات. اليوم انا اذا شخص بحاله غضب دائم، طب انا بدي اشوف شو هي الاسباب، ليش عم بكون بحاله غضب دائم؟ ممكن ظروف العمل اللي انا موجود فيها غير جيده او غير مناسبه، ممكن شخص بحد ذاته هو اللي دائما عم يخليني غاضب، غير مرتاح، مستفز تماما. فانا بدي ابعد عن هي الاسباب. هي الخطوه الاولى، اهم نقطه انه نبعد عن المسببات او الامور المحفزه للغضب. النقطه رقم 2، ابدا انا بقراره نفسي، ابدا بمرحله جديده من حياتي واللي هي اني انا اكون شخص
شخص إيجابي، شخص متفائل، بعيدا عن الغضب التراكمي اللي كنا عم نحكي عنه، لأنه الغضب الطبيعي هو حالة عادية وحالة موجودة، لكن أنا ما بدي هذا الغضب يأثر على كلامي، تصرفاتي، أفعالي وطريقة تعاملي مع الآخرين. لأن اليوم الإنسان الغاضب بشكل دائم وهذا الشيء بيأثر على علاقاته مع الناس، على علاقاته الاجتماعية، علاقاته الأسرية، علاقاته مع أهله. فضروري جدا أن يكون بقرارة نفسي عندي القرار أني أنا أغير من وجهة نظري وطريقة تفكيري. مثل ما حكينا في عدة وسائل ممكن أنا أتبعها، بعض الأشخاص يكون في عندهم وسائل مغايرة للوسائل اللي ذكرتها، ما أنا مشكلة، المهم تكون وسيلة تفريغ من غير ما يكون في أذى للآخرين أو من غير ما سبب مشكلة لدى الآخرين. الطريقة اللي أنا بشوفها مريحة ومناسبة داوم عليها، استمر عليها. بعض الأشخاص بفضل النوم لساعات كبيرة، أنه أنا عصبت فخلص زعلت من موضوع معين فبتجه نحو النوم، وفي الصبح مروق ويا سلام، ما أنا مشكلة الطريقة، المهم أنا أكون عفرغ فيها هاي الشحنات السلبية. تمام. هلأ ببداية حديثنا كنا عم نقول أنه هو ربما ما يكون سببه فطري، طب ممكن يكون أسباب مكتسبة اليوم الغضب. صحيح. إذا عم نركز يمكن على فئة الأطفال اليوم، يمكن إذا الطفل عم يشوف أمه هي على طول عم تعيط عليه، عم تصرخ عليه، هو بلا شعور بتلاقيه عم يتبع هذا الأسلوب بحياته، مع رفقاته، بمدرسته. فقدي اليوم نحن لازم كأهالي ننتبه لتصرفاتنا، لكلامنا، يمكن نبرة صوتنا قدام أطفالنا كرمال فعلا هنو ما يكتسبوا هي العادة. للأمانة الأهل هن القدوة للطفل، وحتى الطفل هن هو بيشوفهم المثال الأهم والمثال الأكبر، فالطفل بيلتقط أي تصرف بيتصرفه أهله وبيتخذه على أنه هذا هو الصح، بيتعلم أنه أنا بابا عمل هيك فمعناها الصح، ماما عملت هيك فمعناها الصح. كتير مهم نحن اليوم كأهالي نعرف كيف نتصرف قدام أطفالنا. مثل ما ذكرتي حضرتك ممكن أنا أكون شخص عصبي انفعالي، أنا ما فيني يكون عصبي جدا وقول لأبني لا تغضب أو لا تعصب، لأنه هو شايفني عم يعصب وهو متفاهم أنه اللي عم أعمله أنا هو الصح. فلذلك لازم أنا هاي الشغلات اللي نحن عم نحكي عنها أبدأ فيها بنفسي، لأنه في شيء اسمه قدوة من غير ما أتكلم. أنا ما في داعي اليوم جيب ابني وقل له لا تكذب، لا، هو مجرد ما شافني أني أنا ما عم أكذب فبالتالي رح يتعلم مني، مجرد ما شافني أني أنا شخص هادي ما عم ضوج ما عم عصب فهو رح يتعلم مني. كتير مهم الصفات الحميدة نعملها نحن قدام أولادنا، ما في داعي نحن نقول له إياها بالشكل الحرفي، نعملها نحن قدام أولادنا يوم بعد يوم. واليوم ما شاء الله هذا الجيل جيل ذكي جدا، جيل واعي، جيل عنده انفتاح كبير، منحسهم أكبر من عمرهم، عندهم إدراك كتير كبير. فمهم أنه نحن نكون القدوة الحقيقية لأبنائنا، ياخذوا الصفات الإيجابية على يحمل الجدية، والصفات السلبية ما يشوفوها عنا، لأنه مجرد ما شافوها رح يتعلموها بالضرورة. أكيد دكتور، في نقطة كتير مهمة ودائما يعني نحن منعاني منها بالمجتمع، أنه بيقول اتركوه معصب، اتركوه غضبان. يعني اليوم المجتمع عنده كم هائل من الضغوطات ومن الشيء اللي عم نشوفه ضمن حياتنا اليومية، فمعنا بحاجة أبدا لحدا يجي حدا يصدر لنا غضبه وانفعالاته وإلى آخره. ودائما نحن منعرف أنه حريتنا بتنتهي أو بتبدأ عند حرية الآخرين. يعني فاليوم نحن كيف قادرين أنه هذا الشخص يعني نبتعد عنه، هو كمان حيصدر لنا هي الطاقة الموجودة اللي عنده. لذلك نحن عم نقدم نصائح لتفريغ هاي المشاعر بحيث أنه ما نأذي الآخرين. لما حكينا عن كتابة أو ممارسة رياضة معينة أو تصرف معين أو الأكل أو النوم أو أو أو، نحن من غير ما نزعج الآخرين. اليوم ما بالضرورة أنا إذا غاضب من أمر اجي على شغلي وضوج على الناس، بس هي عم نشوفها كثير للأمانة دكتور، وهو يعني هذا شيء خاطئ للأمانة، لأنه مثل ما تفضلتي وحكيتي الناس مضغوطة بشكل عام، الناس ما لها مرتاحة، الناس هي أصلا ببيئة توترية، يعني ما عندهم هالمشاعر المريحة. فأنا إذا بدي أجي أغضب قدامك وأنت بالأساس غاضبة فهون رح يصير في مشكلة. لا، حاول دائما هذا الشخص يكون في عنده تفريغ لهي الطاقات بشكل مستمر بشكل دائم بعيدا عن إزعاج الآخرين. تمام. نشكرك كثير دكتور سمير هادي لكل النصائح والمعلومات اللي قدمتها. بالنهاية أكيد الحياة مو مستاهلة أبدا الواحد يضل معصب وزعلان لأي موقف يمر بحياته. أهلا وسهلا فيك. وأنا بدوري بتشكركم، يعطيكم ألف عافية. شكرا دكتور، صباحك رواء، وأكيد تمنياتنا لكل حدا مرافقنا بصباحنا على اليوم، نكون هذا الصباح هيك خير ورواء على الجميع.